أهلا أهلا يا أحلى متابعين، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير. أنتم بتشوفوا فيديو اليوم الفيديو تبعي كتير مميز لأنه أنا وخالتي طالعين فيه، فبنعمل مع بعض بالكبة، بنجهز باقي تفريزات رمضان. فخليكم معنا وإن شاء الله إنه الفيديو يعجبكم، وشوفوه للنهاية، وإذا عجبكم ادعمونا بلايك وشير واشتراك. خلينا نحكي بسم الله ونبلش. هلأ إحنا بنكمل تفريزات رمضان. طبعا شوفوا ما شاء الله كمية السمبوسة اللي كملناها، كملنا حشوة، عملناها بحشوة لحمة، وعملنا شوي جبنة، وخلصناهم كلهم. وهلأ بدنا نبلش بالكبة. تمام، الكبة احنا شرينا العجينة جاهزة من عند لحام سوري بيبيعها بالكيلو. طبعا معروف السوريين كتير شاطرين بالكبة، وهم يعني اختصاص هي عندهم، فعشان هيك حبيت انه اليوم نريح حالنا بما انه خلص تعبنا من تفريزات رمضان، وجبنا العجينة جاهزة تنباع هي بالكيلو. هيك بيكونوا حاطين معها هبرة بسموها، اللي هي لحمة بيكونوا فارمينها كتير كتير ناعم. والحشوة جهزناها، هاي الحشوة عبارة عن لحمة عجل وخروف، لحمة عجل وخروف مع دهنة شوي، بنحطها بالقلاية بدون زيت. بعدين أول ما نشوفها نزلت ميتها بنحط عليها بهارات مشكلة، بهارات سبعة، فلفل أسود، ملح، وبنخليها تشرب المي اللي طلعت منها. وآخر إشي بنحط عليها بصل مفروم ناعم، بنقلبها شوي، وبنحط عليها لوز، صنوبر، المكسرات اللي بتحبوها، حطوا لوز مصاص زي هيك، لوز ارباع، المهم اللوز مش مقلي لانه بنقلى مع الكبة. وبعدين هاي الآلة بتسهل كثير الشغل بالكبة، رح افرجيكم هلأ طريقتها، خليكم معنا. في البداية حطينا كرة هون وكرة هون، وبعدين بنكبس عليها، وعملنا تفريزات مع بعض السنة هاي، بصراحة كان كثير احسن الوضع من ما اني اعملهم لحالي. فهلأ هي رح تشرح لنا كيف طريقة هاي الآلة، بصراحة كتير عجبتني لأنه شوفوا ما شاء الله كل وحدة نفس الثانية، يعني شغل مطاعم، شغل مرتب، فعليا شكلهم كتير مرتب وأسهل كتير من سهلة للي ما بيعرف يعملها في الإيد، كتير كتير سهلة. يلا احكي لنا الطريقة مثل ما انتو شايفين. يلا خلينا بس نبلش بوحدة جديدة وبنحكي الطريقة. يلا الطريقة. هلا أول إشي شو بنعمل؟ الكبة العجينة بتكون هيك، بنعملها على شكل كرات. الكرات وين بنحطهم؟ في الماكينة هذه اليدوية بهالطريقة، بنضغطها. يعني بتحتاج شوية ضغط عشان ما تطلع معنا الكبة خميرة. وأنا ما بحبها كثير خميرة تكون، عشان هيك لازم نضغط منيح. صح، وتتحكمي فيها يعني، إلا نطينا الكورتين نضغطها شوية بقوة. ناخذها على الجهة الثانية بهالطريقة، وبنحط شوي من الخلطة طبعا لا تيجي على الأطراف، وبنسكر عليها بهالطريقة، ونكبسها كمان مرة. نحاول قد ما نقدر نضغط علشان تكون جاهزة معنا وبس. بهالطريقة صارت جاهزة. طبعا ريري بتحب تفرز كل اشي بالحياة، يعني اكتر الاشياء عندها بتفرزها، بصراحة كتير أسهل الموضوع. أنا لما شفت منها بصراحة تعلمت، بتفرز البصل والثوم، إيش كمان بتفرزي؟ ممكن تفرزي اللي عندك الفواكه. يوم إن شاء الله بنصور حلقة بنقطع مثلا فواكه لما تخرب عندك في الثلاجة بتفرزيها، حتى لو قبل ما تخرب، ممكن إذا بتستخدميها في الكوكتيل الصيف جاي ممكن تستخدميها مثلجة، كتير كتير طيبة. فان شاء الله يوم نعمل حلقة تفريز خاصة للتفريزات كلهم. انتي تحكي لنا شو بتفرزي بالعادة، إن شاء الله. لانه هلا احنا بتفريزات رمضان، وان شاء الله بنعمل بلكن برمضان او بعد حلقة على التفريزات بشكل عام اللي هي طول السنة. طيب برمضان شو بتفرزي؟
برمضان مثل ما قلتي البصل، الثوم، السمبوسه، السندرول، الكبه، ايش كمان ممكن في حلا بالسمبوسه الميني تسويها بالجبنه. كيف هذا بينعمل؟ برضه بتلفيها بنفس الطريقه السمبوسه العاديه، مثلثات عاديه بجبنه الكيري بتطلع كثير طيبه. وبتقليها مع شويه قطر كثير لذيذه، خاصه لو مثلا للموظفات للمستعجله جاب لك حلا. خلص منجربه، انا هذا ما عم بجربته كثير طيب. وهاي بصراحه رح اجيب زيها، موجوده بابو خمسه يمكن او ابو عشره، ابو عشره تقريبا ب 11 ريال. وبالقلي بتطلع شكلها زي المطاعم صح؟ زي المطاعم مرتبه كثير كثير طيبه صراحه. بس اهم شيء نسيت حتى انه العجينه ما تطلع معنا خميله، لانه في ناس بيحكوا انها بتطلعها خميله. لا لا، هو إذا حسب ما بيشدوا تطلع خميله في الشد وفي حتى في لما تضغطيها بالطريقة، يعني حتى بتفتح معك بسرعه بتطلع الزياده. بتطلع الزياده لوحدها يعني. أيوة. مثل ما انت شايفين شوفي كيف لحالها كانت اصلا خفيفه، وكانت ضغطنا مره ثانيه اعطتنا بهذا الشكل. هذه الكميه اللي سويناها تقريبا الكيلو بقى، يعني اخر حبه تقريبا الكيلو سوى 1 2 3 4، 1 2 3 4، 16 17 حبة كيلو عجين. طبعا كيلو عجين واخذ اقل من نص كيلو لحمة. وهلأ هيك احنا خلصنا كل كمية الكبة اللي رح نجهزها. طبعا كل واحد حسب افراد عيلته، يعني انا هيك عامليتها انها جنب السمبوسة تكون على الفطور كمقبلات، بتكفيني انا وعيلتي لانه مو كتير. وطبعا ريري عملت إلها، عملتي نفس الكمية برضو؟ لا صراحة مضاعفة شوية عملتها. بتعملي الكبة انت كل يوم مع الفطور ولا؟ مع الفطور تكون مقبلات، يعني هي وجنبها السمبوسة سبرينج رول. السمبوسات طبعا نوعة هندي جبنة. بتعملي تشكيلة وهي الكمية كلها خلصت. انت كيف تعملي عجينة الكبة؟ بعملها بدون لحم صراحة، عبارة عن برغل. عجينة الكبة بتحطيها بدون لحمة انت؟ بدون لحمة، برغل، سميد، بطاطا، شوية نشا، بتعطيها هيك قرمشة حلوة. طبعا بهارات، ملح، فلفل اسود، ومنعجنها مع شوية زيت عشان ما تلزق، وبتطلع كمان كبة كتير طيبة. ما عمرك عملتيها مع لحمة؟ عملتها بس حسيت هذيك أسرع وأسهل، لأنه باللحمة تحتاج ماكينة الفرم الكبة ومع البرغل. أو إنك تقعدي تعمليها بإيدك ساعة يمكن بتطول. لا مو لازم تكون مفروم، تفرم الكب اللحمة مع البرغل. مع الكبة. أيوة مع البرغل والبطاطا. خلص بلكي ليوم عملناها. بس هذا برضو كتير طيبة، سعرها معقول، سهلة، مريحة، والطعم طيب صراحة. خلص إن شاء الله خليكم معنا برمضان لما نقليها بفرجيكم النتيجة. وهيك كان فيديو اليوم بيكون خلص، بتمنى إنه يعجبكم، وإذا عجبكم اعملوا لنا لايك وشير واشتراك لحتى نقدم لكم أكتر وأكتر. وباي باي. وهلأ رح نحطها بكياس التفريز بهذا الشكل. خلي شوي كيسين بينهم، بينهم مسافة، وأول إشي بنخليهم بالفريزر صح؟ بهذا الشكل يكونوا هيك، بعدين عادي إذا تحركوا، بس أول إشي لازم يكونوا هيك. خلوا ما يمسكوا. في ناس بيحطوها بصحن بس تتجمد بحطوها بكيس. برضه فكرة يعني.